مساء الخير جورج، مساء الخير للمشاهدين. طبعا مثل كل ليلة عم نحكي عن عمليات التوغل البري المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية. يلاحظ بالفترة الأخيرة أنه في محاولات من الجيش الإسرائيلي لتغيير التوجيهات ومحاور الاشتباك اللي كانت متركزة بفترة ما على القطاع الغربي. اليوم عم نشوف عم تتركز بميس الجبل بمحيبيب، وأيضا ذهبنا إلى منطقة شبعة والعديسة وكفر كلها. كل هذه الأمور رح نشوفها اليوم على الخريطة مع ضيفي لهذه الليلة العميد علي أبي رعد. مساء الخير عميد. قبل ما بلش أنا والعميد رح نشوف على الخريطة طبيعة المواجهات. مساء الخير مرة ثانية عميد. اليوم مثل ما عرفنا أنه كان أعلنت المقاومة، كان في مواجهات على القطاع ورعية الشعب بقوزح، كان في حتى غارات كثيفة على منطقة عيتا الشعب، ولكن المواجهات الأشرس كانت بمحيبيب، وشفنا الفيديو اللي نشره الجيش الإسرائيلي اللي فجر في حي بهذه المنطقة، وموضوع الاشتباكات المستمرة بميس الجبل، ووصولا إلى الاشتباكات بعديسة، محاولة الدخول إلى رب 30 وموضوع الطيبة، وأيضا كان في قصف مركز على شبعة الخيام وكفر شوب، وكأنه كل هذا الخط اليوم أصبح يعني في معارك حقيقية على طول الخط. صحيح. رح بلش أنا وياك عميد بقوزح بموضوع عيتا الشعب. بدي بلش قبل بالانتشار لو سمحتي. نعم. تبعه هو مجرد ما أعلن عن إدخال فرقة خامسة بالمعركة بمنطقة لا تتجاوز 105 كيلومتر، صارت أكبر من حجم المنطقة. الانتشار العسكري فرقة خامسة، يعني صفينا بحدود 60 إلى 70 ألف عسكري، لكن هذا بيعني انه هو اخذ قرار بمحاوله دخول بريه لخلق منطقه عازله. هيدي المنطقه العازله اللي عم يفكر فيها بتطلب منه جهد اكثر، لانه هو يعني تعرض لضربات سواء بمركبه وبالعديسه ورب 30 من اول مره حاول يفوت عليها ويتسلل لياخذ تلال حاكمه موجوده بمركبه وبالعديسه بمارون الراس وبعيت الشعب. هولي ميزه هول المناطق انه ما يعني ميس الجبل اعلى وحده فيهم ارتفاع 925 متر عن سطح البحر، بتوصل الى عيت الشعب بال 600، يعني كل المعدل تبعهم بين ال 600 و 800. ليه؟ لانه هيدي المنطقه الخلفيه له اللي هي منطقه اسناد لهيدي القوى اللي عم تشتغل على الحافه، في سكنات. هو اعلن اساسا منطقه عسكريه، كل هيدي المنطقه اعلن منطقه عسكريه مغلقة لحتى يتحرك فيها بحريه. نعم. حزب الله عم يقوم بضرب، لما ببلغ لما اول مره تعرض لكمين رجع تعرض لكمين ثاني بعيت الشعب، حاول انه يوسع النطاق ويضغط اكثر، كان عم يشتغل بقوات خاصه، لانه الفرقه 98 اللي عم تشتغل بعيت الشعب عندها فرقه الايجوز، اشتغلت بالايجوز اللي هي وحدات خاصه تعتبر من نخبه النخبه. بالعديسه في الكتيب اللي الفرقه 36 اللي عندها لواء مظليين كمان حاول يدخل عبره بتسلل، كان عم يشتغل بعناصر وحدات خاصه، محاول انه يعمل خرق نحن بنسميه راس سهم. هيدي النقاط اللي بده اياها ليثبت فيها قواعد نيران وينطلق منها. إذا ما كشف هيدي المنطقة اللي بتمتد لبرعشيت وكونين وحتى كفرة وبنت جبال، بس يكشف هولي ياخد وحدة منهم معناتها سيطر على المنطقة كلها بالنظر وبالنار. اليوم اللي صار مبارح من بعد هالعمليات التسلل اللي انكشفت وسقط له بأول مرة بالعديسي، سقط له 12 قتيل من فرقة الإيجوز ومن فرقة المظليين. اللي حاول هيدي المنطقة كونها قريبة كتير، يعني عيتا بعيدة حوالي 3 أو 2 كيلومتر، قدروا وصلوا عليها. أنا أعتقد أنه حزب الله كان نصب لهم كمين بهالموضوع، خليهم يفوتوا وصلوا على قوزح، على القوزح. يعني ما فات دغري من عيتا الشعب، التف من عن عيتا الشعب، هو المثلث قوزح رامية عيتا الشعب. هيدا شكله الطبيعي منبسط نوعا ما على ارتفاع، بيقدر يكشف الساحل كله وبيقدر يكشف وصولا لمجد السلم وشقرة وبرعشيت، يعني ضمن سهل الخيام، وبيأمن تبادل نار مع ميس الجبل إذا أخدها، لأنه كان بتهمه هاي البقعة. حاول يفوت على الأوزح، تركوه يفوت ونعمل له كمان. أمتى بلشت المعركة الحقيقية؟ امبارح 3 بالليل وجه الصبح صار في معارك عنيفة جدا، تعرضوا لكمين ظاهر حسب بيانات المقاومة بالوقت ذاته. شو كانت عم تعمل المقاومة؟ عم تضرب يعني سكنة زرعيت وراقون، لأنه هولي مكان تجمع القوى اللي بدها تهاجم. اليوم عشية
طلعت الصرخة مظبوط لأنه اشتباكات عنيفة، ولاحظنا السبب لما بيطلع الطيران الحربي وفي معركة دايرة، يعني معناتها في دعم للقوى اللي على الأرض. شفنا عيط الشعب قد ايه كان في فعلا غارات كثيفة كلها. هيدا معناتها في اشتباك عن نقطة صفر ستنا. يعني صار في اشتباك، في ضحايا، طلب الدعم، بيتراجع القوة المهاجمة بتتراجع، وبيصير في غطاء جوي، دعم جوي لحتى ينسحب، يعني يسحبوا القتلى تبعوله. نعم. واستمرت القصة. هلا إذا حاول هلا رجع عن طريق ال 36، بدأ يعني يفوت من العديسي، من منطقة العديسي، بالمقابل في عنده اشغال لشبعة وكفرشوبة، بلش تشتغل ال 210 اللي هي فرقة صغيرة يعني عبارة عن لواءان ومعهم لواء امبارح انضمت لإلهم، امبارح انضمت بس بلشت الصبح تشتغل بالقتال. بيقولوا انه هو همه يفوت لهالمنطقة هاي، وهاي المنطقة ليعمل عزل، هيدي المنطقة هي اقرب شيء على نهر الليطاني، بهمه يقطع هيدي الطريق. نعم. ليقطع التواصل مع منطقة البقاع، لكن الهم الاكبر ياخذ هالنقطتين هولي، ميس الجبل وعيت الشعب. هلا قصة محيبيب واللغط اللي صار بقصة الفيديو وتفجير الحي، في تفجير كبير كامل، فجروا نص الضيعة. صحيح. هيدا بالليل انا اعتقد انه صار في تسلل، وطبيعي قدران هو يقاتل بالليل، وحتى حزب الله قادر يقاتل بالليل، فات تسلل وعمل هالتفجير. واذا شفنا الفيديو انه صار تفجير عن بعد، بس كان صحيح تفجير كبير. صحيح كتير. صحيح. يعني فاتوا لغموا الارض وتراجعوا، غير من المعادله لانه ما قدر يتثبت فيها لمحيبيب. مع انه محيبيب هي موقعه شوي هون، يمكن هلا بده تصحيح، هي هون شوي لجوا اكثر. صحيح. صحيح. بس ما بتغير بالمعادله لانه ما قدر فات على ميس الجبل، يعني اذا بعد في مقاومه بحيث ميس الجبل ما بيقدر يثبت بمحيبيب. كل هالشيء هيدا بدي بس الفت النظر على موضوع الناقورة. نعم. موضوع الناقورة اليوم بلش باستعمال البوارج البحرية. صحيح. صحيح. لأنه في الفرقة 146 اللي هي فرقة ضعيفة من الاحتياط، هو عنده فرق احتياط وعنده فرق بالخدمة، 146 احتياط. يعني بتكون منا قوية مثل هول اللي قلت لك عنه. فإجا الدعم اليوم بلش من البحر. بلش يرمي رميات بس على هالمنطقة هاي ليستكشف الجهازية تاعت حزب الله، وين مواقعه، وين نقاط دفاعه. نعم. هلأ اليوم بلش يستعمل البوارج كوسيلة ضغط أكتر. الظاهر لحد هلأ المقاومة ممسكة بزمام الأمور، ما عم ترد عليه لأنه عارف أنه هيدي إلهاء. إذا ما أخذ هاي المنطقة أي تحرك بري لإله هون سيباد، لأنه منطقة سهلية. هو الفكرة تاعيته إذا قدر أخذ هاي، بس ما زال سهلية، مش أسهل الدخول لإلها؟ لا، بيقول لأنه بعده حزب الله من هون مسيطر، بعده موجود على التلال وقادر قادر يتحكم فيه. ما تنسي العلتين هلا، يعني القلق للاسرائيلي هن من شغلتين هول اللي هلا مبينين، هو من موضوع المضاد للدروع. نعم. يعني الدبابة بترمي المدى الأقصى 4-5 كيلومتر، صاروخ الماس 2 بيرمي 8 كيلومتر. يعني المدى تبعه، يعني إذا قاعد وين على 8 كيلومتر بيرمي الدبابة، وما الدبابة ما فيها تطاله، للسبب إذا ما أخذ هول المناطق ما فيه يتصرف من هنا. بس الفكرة الأساسية تبعه إذا أخذ هيدي، ليش عم يضغط هون؟ لقطع مثل ما لقطع ليأخذ هالمنطقة كفر كلا حول مجلس السلام، يمكن أقرب نقطة لليطاني، ليعمل صحيح ليعمل منطقة عازلة بحدود 2-3 كيلومتر يمنع تواجد حزب الله فيها، حتى يمنع تواجد المدنيين مثل ما عم يحكي. صحيح. عم ومنها على أساسها ببلش يحضر لتحرك بري إذا بيقدر. إذا لاحظنا مبارح كمان بعد الظهر، يعني هذا كان تحضير بمنطقة وادي الحجير، منطقة وادي الحجير طلع بيان من حزب الله بيقول انه استعمل انابل عنقودية. صحيح. صواريخ كبت انابل عنقودية. ليش كبت انابل عنقودية بوادي الخنازير اللي هو بوادي الحجير؟ عنده تجربة سابقة، لانه طبيعة الارض اللي بال 2006 صح، اللي بيعرف طبيعة الارض، منطقة الجنوب منطقة جغرافية مليئة بالشجر، شجرية جدا، مليئة بالتضاريس، فيها وديان، يعني في طرقات محكوم فيها، ما بيقدر يتصرف الا بحسب الطرقات اللي موجودة. حزب الله ولاد المنطقة وبيعرفوا كل شيء، يعني هن أهل الجنوب. صحيح. أكيد بخاف ما يكونوا عاملين له نسفيات، ما يكونوا عم حضرين له كمائن، للسبب بهيدي الوديان صار يكب هيدي الصواريخ، وهيدي على بعد على ارتفاع معين بتفتح وبينزلوا منها الأنابل العنقودية اللي هي محرمة دوليا أساسا. صحيح. صحيح.
هيدي بتخليه يتامل انه اذا في تحركات بهالوديان بيقدر يقضي عليها، بيتعرضوا لانفجار هالقنابل هاي. الهم الاول هو مثل ما قلت لك من هالمنطقه، كرمال هيك عم نشوف الاشتباكات عديسه كفر كلى عم بتكون. انا بتوقع الليله بعد الخسائر اللي مني فيها والهيئه بيعيط الشعب والقوزع، خسائره شكلها كبيره. اخر خبر طلع كنت عم شوفه على الميليتري ووتش، 11 طائره يسعور الهليكوبتر، هيدي هي بتساع عاده 12 شخص. نعم 11 وحده منهم طوافه كانوا عم ينقلوا جرحى او قتلى الى المستشفيات. خليني افترض في اثنين او ثلاثه بكل طياره، يعني عم نحكي فوق 30 شخص. باعتراف بعض الاعلام العبري انه في 44 جريح وخمس قتلى. طيب سؤال اخير قبل ما انتقل للخريطه الثانيه، اذا كان القصد هو فصل الجنوب عن البقاع، اليوم شو عم بيصير على حدود شبعة والفرقة الجديدة اللي أضافوها والقصف المدفعي اللي عم بيكون شبعة والخيام وكل المنطقة؟ محاولة استكشاف كمان مثل ما بلش هون ليعرف إذا في جاهزية دفاعية لحزب الله وإذا في جهوزية أو في قوة كبيرة بقى تتعرض له، لأنه مش مهم بس يقطع من هون، إذا ما كان مأمن هيدي المنطقة إنه ما في إلها قتال، لانه هيدي الفرقه بس تامن بدها تقرب لقدام كمان لتكفي المنطقه العازله اللي حكينا عنها. يلتقوا ببعضهم. نعم. يا يلتقوا ببعضهم. طيب رح ارجع انتقل انا وياك الى الخريطه الثانيه، اول شيء كنا عم نحكي عن الليطاني وحدود الليطاني بالنسبه للاسرائيلي واللي كان عم بيقول ويحذر انه الى ما بعد الليطاني، اليوم عم نشوف كثافه من اطلاق النيران على منطقه النبطيه، النبطيه كانت عرضه لاطلاق النار وشفنا اللي صار بالبلدية، عدد الشهداء، حبوش، قبل امبارح كان في جرجوع على ايضا زرارية حبوش، وايضا كان في كفرسير وزرارية، كلهم عم بيكون في اليوم. شو الهدف انه توسعت هذه العمليات بهيدي الكثافة الى ما بعد الليطاني؟ هذه ما اسمه الا تدمير وتجزير، هيدا ديدنه للاسرائيلي. هيدي كل القصف اللي عم يعملوا وصل بالقصف، يعني ضرب على الشمال، ضرب بجبل لبنان. اليوم وليد جملاط، انا ما بحب احكي سياسه بس لما بسمع تصاريح، لما الوزير وليد جملاط بيقول لم يعد هناك من مكان امن، بمعنى ليش ضرب الضاحي؟ ما ضرب شيء بالضاحي، هو بيقول ضرب مخزن اسلحه. طب انا بيتي بالضاحيه، يعني قريب للضاحيه، بين انه ما كان في، ما في شيء. صحيح، اصبح هيدا كل الضرب اللي عم يضربه بس هدف هو التدمير، الا للتذبيح. ما فينا نقول انه وكانه لا يريد، لا هي المنطقه، عرفت فكرتك، انه كمل للاولي. لا هو الفكره هيدي التلال اللي كان عليها الجباع عن انا جرجوع اللي هي كان تل جبل صافي الريحان، هيدي جبال كان هو قاعد فيها وقت الاحتلال. هيدي اذا قدر قرب عمل خرق وعمل هيدي المنطقة اللي عم نحكي عنها المحروقة واللي هي الزون اللي بده اياها بعرض 3 الى 4 كيلومات، ممكن ساعتها ينقل لهون ويجرب يعمل انزالات، لانه هي ما في يوصل عليها الا عبر انزالات او هجوم بري كاسح بينطلق من مالة كفر تبنيت وبالرايح، يعني وصولا لا يعني من عند بوابة فاطمة والعديسة بده ينطلق بهجوم، بس حتى هيدي ما بيقدر يطلع عليها الا بانزالات جوية، وهيدي مش واردة. هلا انا برايي كل اللي عم يعمله هدفه التدبير فقط لغيره ابدا. طيب رح كمل انا وياك عميد لننتقل لاخر خريطه لنشوف انه مقاومه مثل ما قلت بعدها بنفس الوقت عم تضرب المستعمرات، عم تضرب في السكنات العسكريه اللي منها عم تنطلق الفرق العسكريه، وشفنا كيف كريات شمونة دمرت كليا، واليوم اصبحت حيفا بالنسبه للمقاومه هي وكانه كريات شمونة، وهيدا ورد في 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 بيانات الحزب اليوم. كان كرمائيل هلا بعد ما ضربت، بس اللافت اليوم كان اعلان حزب الله عن الصاروخ الجديد ارض ارض اللي حكى انه وزنه بيحمل، بيقدر يحمل راسه حوالي 100 كيلو ومداه ل 100 متر، يعني عم نحكي الى عمق الاراضي. صح. المحتله، وهيدا يمكن الصواريخ النوعيه اللي كانت عم تحكي عنها المقاومه بالايام الماضيه، رح نقول في توسيع بالضربات او بالوقت الحاضر بالمعادله رح تضل بالوقت الحاضر. هلا اعلن، انا برايي اعتقد الضربة اللي عملها بالنبطية اليوم مؤذية جدا وقاتلة، يعني اليوم اعتدى على محل ما 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 في شيء، يعني ما في سبب ليعتدي عليه. بعتقد الحزب سيقوم بالرد عقابيا عليه وسيوسع الضربة يمكن وصولا إلى أطراف تل أبيب، يعني مش ممكن هاي. بعده لهلا حزب الله عم يستعمل أسلوب صحيح، العين بالعين تضرب بضرب، لكن ما عم يستهدف مدنيين ولا عم يستهدف بنية تحتية للإسرائيلي بأي معنى.
بنية تحتية، يعني عم بحكي بمحطات كهرباء، بمحطات قطارات، لأنه ما بده يعطيه ذريعة للإسرائيلي ليقوم بضرب البنية التحتية للدولة اللبنانية، لأنه هيدا من الأساس كان الحفاظ. لكن موضوع كرمائيل والظهرة والمغارة وطبرية تحديدا، هول الليلة حتى باشروا بضربهم. هذا الصاروخ اللي ضربوه اليوم هو عينة، لأنه بلش بالتصعيد الحزب وعم يتكل على شغلتين. إذا لاحظنا سلاح الصاروخي، القدرات الصاروخية، لما بيطلع جالان بيقول قد دمرنا 80% من القدرات الصاروخية، بعد عنده 20 عم يرد عليه بهالموضوع. زائد لما بيرد على كلام انه اخذوا ضمانات، يعني ما عاد حدا يوثق بالامريكا اساسا، اخذوا ضمانات الضاحية ما بتنضرب. شفنا الضرب اليوم، اجى الرد دغري، الرد دغري ضربوا عفوا كرمائيل وصفد. يعني هيدا التصعيد اللي عم يتالى. حزب الله مش مضطر يبين كل سلاحه هلا، لانه تقنيه اداره المعركه اهم من الامكانيات الموجوده. اذا عندي انا 100 صاروخ ما برميهم في دفعه بقعد بتفرج على حالي. صحيح. حسب مجريات المعركه، وهيدا برده لكلام قاله نتنياهو من بعد حاسه جولاني اللي ضربوها الحزب وراح له المعسكر تبعهم، قال نحن سنضرب كل باي لبنان حسب مجريات العملانية. يعني حسب عليها المقاومة. وين توصل صواريخها حسب أدابي بيرد. بس بأكد العدو. أنا متأكد من كلمة، لأنه مركز الدراسات الاستراتيجية بأمريكا CSIS، هيدا أهم مركز، هو بيعمل تقارير للبنتاغون، بيقول بيصنف حزب الله منظمة غير حكومية، منظم يعني تمتلك أسلحة، يعني معدات أكثر من جيش. وبيقول انه حزب الله يمتلك بين 150 الف لل 200 الف صاروخ. خليني افترض خسر ال 50 الف، بعد في عنده 100 قادر انه يطلق، والأهم انه بعده قادر اطلاق على اطلاق الصواريخ رغم كل الغطاء الجوي. استعمل هلا كله بعده بمجال 30 الى 40 كيلومتر. نعم. حد اقصى اكيد استعمل شوي صارت تل ابيب، وصلوا الى تل ابيب، وصلوا على تل ابيب اللي هي بحدود ال 210 كيلومتر. هلا المسافات تقاس بحسب منين عم ينضرب. صحيح. بس صحيح. لما بيحكوا بمسافه مثل هاي 210 كيلومتر، يعني عم يحكوا من عاصمه لعاصمه. بقى 210 كيلومتر وصلوا عليها، يعني بعد في امكانيات لاكثر. صحيح. ومثل ما قلت انه بعد في قدره لاطلاق هيدي الصواريخ. صحيح. رغم كل الغطاء الناري اللي عم بيكون، وال يعني الغطاء قادرين فيه منصات صواريخ واطلاق هذه الصواريخ. صحيح. شكرا لك عميد على مشاركتك. طبعا جورج نعود اليك، واكيد غدا كمان موعد جديد لمتابعه اخر المجريات.